السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم خليفة ألال من الجزائر. الفيديو تاع اليوم باش نتكلموا على اللاعب محمد بن يطو، المهاجم اللي راح يكون ان شاء الله جديد في المنتخب الجزائري. دار تصريح ووجه رسالة لجمال بلماضي بخصوص المنتخب الجزائري، ايضا باش نشوفوا الهدف اللي سجله بن يطو والهدف اللي صنعه بن يطو، قدم تمريرة حاسمة. وتكلمت ايضا على اللاعب باش تشوفوا ايضا وتعطونا رايكم في التعليق على اللاعب بن يطو، هل يستحق ان يكون في المنتخب الجزائري او لا يستحق، وهل تعتقدوا انه بن يطو راح يقدم الاضافه ولا ما راحش يقدم الاضافه. انا على رايي كخليفه متفائل باللاعب. علاش؟ تابعوا الفيديو باش تعرفوا علاش، وما تنساوش عندنا صوره اليوم، دعمونا باللايك. نبداو الفيديو على بركه الله. اللاعب الاول اللي باش نتكلموا عليه اللي باش يكون ان شاء الله جديد في المنتخب الجزائري اللي هو بن يطو، ما شاء الله عليه المده الاخيره تالق، تسجيل العديد من الاهداف، يصنع الاهداف، ممرر حاسم، برافو عليه، مهاجم باتم معنى الكلمه واللي نستحقوه في المنتخب الجزائري ونستفادوا منه ايضا. شوف انا في هذه اللقطه بن يطو كيفاش صنع الهدف ولعب دور البيفو كيما نقولوا، لانه صراحه هنا كيفاش وقف، عرف كيفاش يتمركز، مسك الكره، عطى المدافع بظهره، كوفر المدافع ومد الكرة إلى المهاجم باش سجل الهدف. هنا صراحة هذه الخبرة والثقة في النفس وأيضا الحنكة، واللاعب يعرف كيفاش يتمركز وكيفاش يتحرك في الميدان بالكرة أو بدون كرة أيضا. كما تشاهدوا معنا هذا هو الهدف اللي سجله بن يطو بهذه الطريقة، دار الضغط على الحارس والضغط على المدافعين أيضا، صراحة تبع الكرة حتى الأخر، كرة ضربت في القائم ورجعت عنده وسجل الهدف بهذه الطريقة، وهذا الأمر يحسب إليه كمهاجم لانه لازم عليه الضغط على المدافعين والحارس. يعني كون جا مهاجم اخر الكره هذه شبه ميته خلاص، يخليها وميؤوس من امرها، ولكن هو تبع حتى الاخر ودار الضغط وكان عرف كيفاش يتمركز المكان اللي يكون فيه تبعها وسجل الهدف بهذه الطريقه. برافو عليه، تحيه لي كبيره. انا هذا اللاعب نشوفه تكتيكيا تحركاته يلعب بالكره او بدون كره بطريقه جميله، وانا جد متفائل ببن يطو. اذا جاء المنتخب الجزائري راح يقدم الاضافه بشكل كبير جدا في ظل غياب بغداد بونجاح والفتره الفراغ اللي راهو يمر بها. صراحه بن يطو مهاجم جيد، الى عيط له جمال بلماضي راح يقدم الاضافه بدرجه كبيره، وحاليا على ما اعتقد انه جمال بلماضي راح يستدعيه، لانه حاليا غياب عموره بسبب الاصابه او ما راهوش يلعب مع فريق، وما عندكش مهاجم بديل. احتمال كبير يعني المهاجمين اللي راح يكونوا في المنتخب الجزائري بن يطو، بغداد وسليماني، صراحه هاد المهاجمين يقدروا يقدموا الاضافه اذا كانوا في يومهم. نشوفوا الان وركزوا معايا، نشوفوا ونسمعوا كلام اللي قالوا بن يطو في التصريح اللي صرح بخصوص المنتخب الجزائري وجمال بلماضي. كما تسمعوا معنا، يعني كل واحد كل لاعب جزائري يطمح باش يكون في الـ في الـ في القائمه، قائمة المنتخب. انا نقوم بالعمل تاعي واكيد الناخب الوطني راهي يتبع ان شاء الله. نتمنى استدعاء يكون في المباراة الفاصلة ان شاء الله. هل انت جاهز لمباراة دولة؟ اكيد ان شاء الله لازم، خاصة انك معنا ما لعبتش في المنتخب. لا لازم تكون جاهز، يعني ما تحتاجش وقت، تجيك فرصة في اي وقت، فلازم اول فرصة تجيك لازم تستغلها كيف ما يكون، وان شاء الله ان شاء الله تكون لي الفرصه لما لا، وبعدين يكون كلام. محمد، فنيا هل يمكن القول انك لحقت للذروه تاعك؟ لاني انا كنت في وفاق صيف، لعبت السعوديه، لعبت الامارات، اليوم راك في موجود في قطر. هل بن يطو معنا في مشواره الرياضي هذه الذروه تاع العطاء؟ الحمد لله، يعني اكثر شيء قاعد كنت فزت بالالقاب مع وفاق صيف، لعبت في فرق ايضا حققت معها نتائج، ولكن هذا يعني قاعدين مع الوكرة قاعدين نحصد عمل ثلاث سنوات مع الوكرة. هذا الموسم مميز، وصلنا المربع، وصلنا المركز الثالث، وإحنا الآن في نصف نهائي. شخصية المرضو تاعي مازال إن شاء الله نزيد نطور، ما راحش نوقف هنايا، أكيد راح نعمل كل شيء باش تكون أهدافي حاسمة ومردودي يساعد الفريق إن شاء الله. فقط كلمة أخيرة، شفناك رفعت العالم الوطني اليوم، كلمة للجمهور الجزائري اللي راهم يعني قاعد يتمنوا باش يشوفوا. الحمد لله، والله يشرفونا في كل، يعني في كل بلد في كل ملعب، ما يبذلوا جهد باش يساندوا كل لاعب جزائري موجود في الدوري هنايا. كان هناك يعني مشجعين جزائريين اللي انضموا يشجعوا الوكره، قاعدين يقدموا لنا الدعم، الحمد لله هذا شرف ليا، نقول لهم مشكورين والحمد لله. رونديفو في دوال ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
كما سمعتوا معي وشفتوا بنيتو ايضا تكلم وصرح على جمال بالماضي بخصوص دعوته للمنتخب الجزائري. قالك بطبيعة الحال انا نتمنى وامنيتي وامنيت كل لاعب جزائري انه باش يمثل المنتخب الجزائري ويحمل قميص المنتخب الجزائري. وبنيتو انا بالنسبه لي يستحق 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 بالاخص في هذه الفتره الاستدعاء للمنتخب الجزائري اللي ان شاء الله يقدم الاضافه. ما نكذبش عليكم انا هذا اللاعب متفائل به، مانيش عارف علاه ولكن متفائل به بدرجة كبيرة جدا. إلى جاء المنتخب الجزائري راح يقدم الإضافة بشكل كبير جدا. المهم تحية له ونتمنى له كل التوفيق إن شاء الله، كل احترام له والتقدير لأنه لاعب يخدم في السكات. برافو عليه، ربي يوفقه إن شاء الله. والآن وصلنا لصورة اليوم، صورة البارح اللي كانت الأسطورة، أسطورة كرة القدم الجزائرية والعربية والإفريقية والعالمية، بلومي. من لا يعرف بلومي واللي يعرف الاسم هو هذا الاخ، برافو عليه، تحيه ليه كبيره. بلومي كاين ناس قالوا لي كيفاش خليفه دار تصويره بلومي، شكون ما يعرفش بلومي؟ انا ندير تصاور تاع لي جوار كاين اللي تعرفهم، كاين صغار ما يعرفوش بلومي، كاين دراري صغار ما يعرفوش بلومي، يشوفوهم باش يتعرفوا عليهم. وانا درت هذه الفقره تاع صوره اليوم ك اهداء لهاد اللاعبين باش نتفكروهم ايضا وباش نتكلموا عليهم ولاعبين اخرين نتعرفوا عليهم. هذا ما كان فقط لا اكثر ولا اقل. واللاعب تاع اليوم هاد اللعب، يا ترى عرفتو نسيتو؟ مهم اكتبوا لنا اسمه في التعليق. تحيه لكم كبيره، معكم خليفة علال من الجزائر، كل الحب والاحترام للجميع، شكرا لكم بزاف، سلام عليكم.